أحسن الله إليكم. في سؤال آخر يقول أيضا يوجد بعض الأدعية مثل اللهم أجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، فهل ما يصيبه خزي في الدنيا يكون مقرونا بعذاب الآخرة؟ ليس بلازم، قد يصاب الإنسان في الدنيا، المؤمن يصاب في الدنيا ولا يعذب في الآخرة، يكون ذلك من باب تكفير سيئاته وتمحيصه من الذنوب والخطايا، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم.